حيوان الخلد الأنف النجمي واحد من أنواع حيوانات الخلد، لكن هذا الأخير يتميز بشكل أنفه الفريد من نوعه. يعيش حيوان الخلد الأنف النجمي في المناطق التي تحتوي على تربة رطبة كالغابات الصنوبرية والمستنقعات. يفضل هذا الأخير التربة الرطبة حتى يسهل عليه حفر الأنفاق تحت الأرض. يتغذى الخلد ذو الأنف النجمي على الحشرات الأرضية والرخويات وغيرها من الكائنات الصغيرة. تستطيع الأنثى الواحدة من حيوان الخلد ذو الأنف النجمي أن تلد من صغيرين إلى 7 صغار بعد مدة حمل تصل إلى حوالي 45 يوماً.